من حوالي 10 سنين أو أكتر بدأ اسم بناتي جديد يظهر للوجود. ما هي الأسامي موضة زيها زي أي حاجة تانية، وخصوصا في مصر. الاسم ده هو كارما. كنت كل ما أجي أبارك لحد على مولدته وأسأله هو يا ترى كارما اللي بالتاء المربوطة واللي معناها تكعيبة العنب وده اسم عربي عارفين معناه، يرد عليا بكل فخر لأ طبعا، وكأن الأسامي العربي حاجة عيب، ويقول لي كارما اللي آخرها ألف. طيب نيجي بقى للسؤال المحرج، هل يا ترى انت عارف معناه؟ طبعا ما كنتش بلاقي إجابة على الإطلاق. الفكرة كلها ان في واحد سمى الاسم في الاول واكيد كان عارف معناه، وبعد كده ناس كتير قلدته من غير اي فهم للمعنى كعادتنا يعني. اللي استفزني بقى مؤخرا هو راجل من قرية تعليمه بسيط، بس ظروف شغله نزلته القاهرة، وكان عنده بنوتة عندها حوالي 3 سنين وبرضه مسميها كارما. وفي مرة سألته عن معنى الاسم وبرضه معرفوش، وهنا قررت الأول مرة أشرح معنى الاسم لأي حد قبله، لأن شخص بسيط زي ده هيعرف معنى الاسم منين؟ وليه أصلا أي حد ممكن يسمي بنته اسم هو مش عارف معناه؟ الشخص ده أول ما شرحت له معنى الاسم فتح بقه على الآخر، وظهرت عليه علامات إن هو متضايق كده، ومش بعيد يكون أول ما أنا مشيت راح على السجل المدني يغير الاسم. وده لأن معنى الاسم في المفهوم الإسلامي المتوارث هو كفر. أما بالنسبة للقرآن فالقرآن ما كانش عنده إجابة واضحة في النقطة دي، وده اللي هنستعرضه الحلقة اللي جاية. هنا أنا بذكر الدين الإسلامي لأن الشخص ده كان مسلم، أما بالنسبة للمسيحية فالموضوع مرفوض تماما. ندخل بقى على الموجة التانية من موجات كلمة كارما في مصر، بس المرة دي المعنى بقى مفهوم، لأن الموجة دي كانت عبارة عن مجموعة متوالية من المسلسلات والكتب خلال ال4 سنين الأخيرة، وكلها كانت بتتكلم عن فكرة الكارما. بدأت بمسلسلين للدكتور عصام الشماع اللي هم الكبريت الأحمر والجزء الثاني اللي كان اسمه الكارما، مرورا بقى بالعديد من المسلسلات آخرها كان في رمضان قبل اللي فات. ده غير كتب كتير أهمها رواية الستايلست الشهيرة إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف اللي تحولت مؤخرا لكاتبة كتب وسيناريوهات، وكانت روايتها اسمها قانون الكارما. قبل اسم كارما كان في اسم تاني انتشر فترة برضو هو نيرفانا، وطبعا اغلب الناس اللي سمت الاسم برضو ما كانتش عارفة معناه. بس بيني وبينكم هي اسامي شكلها حلو ولطيفة كده على الودن، وبتقول ان اللي مسميها شخص شيك، فيبقى ايه المشكلة ان احنا نسميها؟ كتير مننا عارفين معنى كلمة كارما ومفهومها، والبعض عارف معنى النيرفانا، بس الأكيد إنه قليل جدا اللي يعرف السمسرة. علشان كده خلوني أبدأ معاكم بشرح ال3 كلمات قبل ما نبدأ في تفاصيل حلقتنا، وليه اخترنا الكارما والنيرفانا والسمسرة، والكلمة الرابعة اللي هشرحها لكم في وقتها هي الكا. الروح في العقائد الهندية شيء مقدس جدا، تقريبا هي الحياة نفسها. اشمعنى؟ خلوني أبدأ معاكم بالسمسرة لأن دي الأساس. السمسرة كلمة سنسكريتية ودي لغة هندية قديمة، وفي نفس الوقت هي مصطلح بوذي هندوسي جياني، ودول طبعا أشهر 3 ديانات في الهند بجانب السيخية. معناها الحرفي تتدفق على أو تمر عبر، أما معناها الفعلي فهو الدورة اللانهائية من الولادة والموت والبعث من جديد. يعني إيه الكلام ده؟ خلوني أشرح لكم. السمسرة معناها إن لما شخص بيموت طاقته بتنتقل إلى شكل آخر، والطاقة هنا مقصود بها الروح، بمعنى إن روحه أو الطاقة دي بتنتقل لشخص تاني في مرحلة ميلاده علشان تاخد دورة حياة جديدة في جسد جديد. يعني الروح في مفهوم الديانات الهندية مش بتموت ولا بتطلع السماء، لأ دي بتفضل في دورات حياة متتالية، كل دورة بتنتهي بموت الجسد اللي هي موجودة فيه. طب هل يا ترى الدورات دي بتفضل كده لا نهائية؟ يعني الروح دي ما بتتعبش من كتر اللف؟ طبعا لا، كل شيء وله نهاية، وعندهم أبدية زي اللي موجودة في الإسلام والمسيحية بس ليها شكل مختلف شوية. الأول قبل ما ندخل في جزء النهاية والأبدية حابة أوضح تفصيلة صغيرة، إن الموت في الهند وخصوصا عند الهندوس مناسبة سعيدة مش حزينة خالص، يعني لما شخص بيموت الناس بتفرح له. طب ليه؟ ده لأنه بينتقل لدورة حياة جديدة زي ما كلهم هينتقلوا لدورات متشابهة، فالمناسبة بتكون مناسبة سعيدة ما فيهاش نكد ولا حزن.
نرجع لموضوع النهاية أو الأبدية، وهنا ندخل على التعريف التاني في الحلقة وهو النيرفانا، ودي برضو كلمة سنسكريتية ومعناها حالة الخلو من المعاناة، وفي البوذية هي المرحلة النهائية لدورات الحياة المتتابعة والروح الهائمة اللي عمالة تاخد أشكال مختلفة من خلال الدخول في أجساد مختلفة والخروج منها. المرحلة اللي فاتت زي ما قلنا كانت مرحلة المعاناة، فالنيرفانا هي المرحلة اللي بتيجي بعدها وهي الراحة والانتهاء من أي معاناة. على فكرة النيرفانا برضو معناها وصول أي شخص لحالة السكينة الداخلية والتصالح مع النفس، بس خلونا في المفهوم البوذي للنيرفانا، ومن هنا تاخدنا القاعدة مهمة جدا في البوذية، أو خلونا نقول مفهوم مهم جدا في البوذية، وهو الحقائق النبيلة الأربعة اللي لخص بيهم بوذا مفهوم رحلة الحياة كلها، وهي زي ما هنستعرضها دلوقتي. المفهوم الأول طبيعة المعاناة، وبتقول إن الولادة هي معاناة، والشيخوخة هي معاناة، والمرض هو معاناة، والموت هو معاناة، والرثاء والألم والأسف واليأس هي معاناة، الاتحاد مع ما هو محزن هي معاناة، الانفصال عن ما هو مرضي هي معاناة، عدم الحصول على ما يريد المرء هو معاناة. المفهوم الثاني أصل المعاناة، وهو الحنين الذي يؤدي إلى تجدد الوجود، يرافقه البهجة والشهوة، السعي إلى الفرحة هنا وهناك، هي أيضا كذلك الشغف للمتع الحسية، الحنين للوجود، الطوق للخلود. المفهوم الثالث وقف المعاناة، وبتقول هي تتلاشى بعيدا دون عودة عند وقف الأعمال التي تشغف النفس والتخلي والتنازل عن ذلك والتحرر من ذلك وعدم الاعتماد على ذلك. المفهوم الرابع الطريق المؤدي إلى وقف المعاناة، وهو الطريق النبيل الثماني، والذي هو النظر السليم، النية، الكلمة، العمل، كسب الرزق، الجهد، الذهن، التركيز السليم. يعني البوذية باختصار بتعتبر ان الحياة هي مجموعة من دورات المعاناة الروح بتعيشها كل مرة في جسم مختلف، لحد ما بتوصل للمرحلة النهائية وهي مرحلة النيرفانا زي ما قلنا من شوية. طيب ايه هي عوامل اختيار حياتك الجاية من وجهة نظر البوذية؟ وليه ممكن تعيش روحك في حياتك الجاية في جسم راجل او ست، طيب او شرير، او حتى ممكن تكون كلب او سمكة، وبالمناسبة انت ممكن تكون شجر عادي جدا. وهنا بيجي التعريف الثالث وهو الكارما. الكارما زي الكلمتين اللي فاتوا برضو كلمة سنسكريتية ومعناها الفعل والعمل، طبعا معنى سهل وبسيط بس تعرفها أعمق من كده بكتير. في ترتيب الشرح للحقيقة كان لازم تكون رقم 2 بعد السمسرة وقبل النيرفانا، بس أنا فضلت أني خليها للآخر لأن الترتيب ده هيوضح الفكرة بشكل أبسط. ببساطة جدا الكارما هي الجزاء على الفعل مش الفعل نفسه. يعني ببساطة انت كنت في الحياة دي شخص مشاغب واعمالك سيئة، ففي الحياة اللي جاية ممكن روحك تنتقل لكائن اقل كنوع من انواع العقاب، فممكن مثلا تبقى قرد او كلب، طبعا مع كامل احترامي للقرد والكلب. والعكس صحيح، لو كنت شخص كويس فالكارما بتاعتك هتنتقل لمرحلة روحية اعلى، لانك عمرك ما هتوصل للنيرفانا غير لو وصلت لاعلى مرحلة روحية، ودي بتيجي من خلال دورات المعاناة المتتالية اللي هي زي ما قلنا دورات الحياة اللي بتعيشها الروح في اجساد مختلفة. في تعريفات تانية في الثقافة البوذية، خلوني اخد معاكم واحد بس قبل ما اقفل الجزء ده من الحلقة، وهو تعريف الموكشا. الموكشا هي مرحلة التحرر من السمسرة، يعني خلاص كده روحك بتتخلص من اللف والدوران، بس بتكون قبل ما توصل للنيرفانا، والنيرفانا زي ما قلنا في الديانات الهندية والشرق آسيوية بتوازي مرحلة الجنة عند المسلمين والمسيحيين اللي هي الحياة الأبدية والسعادة ونهاية المطاف. فورد للسيارات قلدت المصريين وسمت في سنة 1996 موديلها الجديد كا، بس فورد كانت أنصح من المصريين وعارفة معنى الاسم. الاسم ده معناه مصري قديم اللي احنا بنقول عليها خطأ فرعوني، لأن الفرعون هو كان لقب الحاكم بس، زي ما بنقول مثلا ملك أو سلطان أو رئيس وهكذا. احنا دلوقتي ببساطة هنعرف معنى كلمة الكا، بس خلونا نأجل الشرح للجزء الثاني من الحلقة اللي هندخل فيه في نظريات مثيرة جدا عن الروح.
الكاف التعريف المصري القديم معناها الروح، واحيانا بتكون الروح المقدسه، وده اللي هنشرحه اكتر مع تفاصيل اكتر في الحلقه اللي جايه مع الكا والبا ومفاهيم كتير عن الروح في العقائد المختلفه والروح بين العلم والدين، وهل الروح قدرات اعلى من اللي احنا عارفينها؟ خليكم معانا للحلقه اللي جايه.